Ghost Busters Frozen Empire، فيلم خيال علمي وكوميديا، انتاج 2024، مدة الفيلم ساعتين، يصلح للمشاهدات العائلية، متوفر للمشاهدة. قصة الفيلم: تهديد يواجه مدينة نيويورك من قبل قوة شريرة تسعى إلى تجميد المدينة. يتعين على فريق الجوست باسترز العمل معا لإيقاف هذا التهديد وحماية المدينة. العنوان العريض للفيلم: سطحي يفتقد التوازن. السيناريو والحوار: يتبع السيناريو بناء كلاسيكي، يتم تقديم الشخصيات الرئيسية والعالم الذي يعيشون فيه، بالإضافة إلى طرح الصراع الأساسي، وتزداد حدة الصراع والأحداث، وتواجه الشخصيات تحديات جديدة. يحدث حدث مفاجئ يقلب الأحداث رأسا على عقب وتصل إلى ذروتها، ويواجه الأبطال أخطر تحدياتهم. السيناريو به إفراط في الاعتماد على الحنين للأجزاء السابقة، فبينما يمكن أن تقوم بربط المشاهد بالأجزاء السابقة، إلا أنه قد يكون سلاحا ذو حدين. في حالة هذا الفيلم، صانع الفيلم قد اعتمدوا بشكل كبير على استحضار ذكريات الجمهور، لدرجة أنهم أهملوا بناء قصة جديدة قوية بذاتها. بدلا من تقديم أفكار جديدة ومبتكرة، لجأ السيناريو إلى عد تدوير العديد من عناصر الجزء الأول، من الشخصيات إلى المواقف إلى حتى بعض الحوارات. هذا التكرار الممل قد جعل الفيلم كأنه حلقة مفقودة بدلا من عمل مستقل. المؤامرة في السيناريو معقدة للغاية ومليئة بالتفاصيل غير الضرورية. بدلا من التركيز على القصة الرئيسية، تم التركيز على كمية هائلة من المعلومات حول الأشباح والقوة الخارقة للطبيعة، مما جعل من الصعب متابعة الأحداث وفهم ما يجري. الشخصيات سطحية وغير متطورة، ولا يوجد عمق نفسي للشخصيات، والصراع الأساسي نمطي بين الخير والشر، ولا يوجد أي مفارقات تجعل الصراع مثير الاهتمام. الإخراج والتصوير والإضاءة: المخرج ركز بشكل كبير على استعادة أجواء الأفلام السابقة، مما أثر سلبا على الإبداع والابتكار. وعدم قدرة المخرج على التركيز على قصة رئيسية واضحة أدى إلى تشويش الأحداث، ويبدو أن المخرج لم يستطع إيجاد الأدوار المناسبة للشخصيات الكثيرة، مما أدى إلى ضعف التوجيه للممثلين. على الرغم من استخدام بعض المؤثرات البصرية الجيدة، إلا أن هذه العناصر لا تكفي لإنقاذ الفيلم من ضعف الإخراج العام. الإضاءة متوازنة لخلق أجواء معينة، مثل استخدام الظلال لخلق جو من الغموض، مع جودة تصوير متميزة. المونتاج: بسبب كثرة الشخصيات والقصص الفرعية، لم يستطع المونتاج أن يربط بين هذه العناصر بشكل واضح ومفهوم، مما أدى إلى الشعور بالتشويش. يعاني من مشاكل في التسلسل والإيقاع، مما أثر سلبا على الفيلم. الموسيقى اعتمدت بشكل كبير على إعادة استخدام ألحان ومؤثرات صوتية من الأفلام السابقة في السلسلة، ونجحت في خلق الأجواء المطلوبة. الديكور متنوع وغني بالتفاصيل الدقيقة، مما يضيف الواقعية. الممثلين: هناك تفاوت كبير في مستوى الأداء بين الممثلين. البعض اعتمد على شهرتهم السابقة بدلا من تقديم أداء متميز ومختلف، والبعض الآخر لم يتعمقوا في فهم شخصياتهم، مما أدى إلى أداء غير مؤثر، ولكن هناك كيمياء جيدة بينهم. في الختام، الفيلم كوجبة دسمة قدم الكثير من المكونات اللذيذة، لكن الطاهي فشل في مزجها بطريقة متوازنة، فخرجت لنا وليمة بصرية لكنها تفتقر إلى النكهة الموحدة التي تجعلنا نرتبط بها. الفيلم يعيش في ظل الأجزاء السابقة، متناسيا أنه يحتاج إلى قصة جديدة لإثارة الحماس. تقييم للفيلم 5/10.